بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في Part 6 من Chapter 7 Soil Stabilization Methods هنتكلم على نوع آخر من الفيزيكال Stabilization اللي هو Lime Stabilization. لو نذكر مع بعض، في الحلقات السابقة تحدثنا عن أنواع Soil Stabilizations، وقلنا أن في عندنا في Surface Stabilization في Ground Improvement. وابتدينا نتكلم في Surface Stabilization، تكلمنا في Mechanical Stabilization، وبعدين دخلنا في Physical وتحدثنا عن Cement Stabilization. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Lime Stabilization وأنواع Lime اللي موجودة في السوق. فبنقول Soil Lime has been widely used as a modifier or pender. ده استخدام طبعا اللايم بقى اشتغل او بقى يستخدم على نطاق واسع دلوقتي لتثبيت السويل او تحسين خواصها. Soil lime is used as modifier in high plasticity soil. يعني ما بقى عندي تربة البلاستيستي بتاعتها عالية قوي، لو احنا استخدمنا السويل لايم هيبتدي يحسن من البلاستيستي بتاعتها او خواص اللدونة بتاعتها. Soil lime also imparts some pending actions even in granular soil. يعني ساعات برضك بيتحط في الخلطات مع مين؟ مع الجرانيول soil او التربة اللي هي زي الساند او السيلتي ساند او خلافه. Soil lime is effectively used in expansive soil. ودي نقطة مهمة جدا. التربة الانتفاشية ديت طبعا تربة زي ما انتوا تعلمتوا هي تربة ذات مشاكل. ايه مشاكل الاكسبانسيف سويل او ساعات بيسموها السويلينج سويلز؟ التربه دي تربه تعتبر مقاومتها عاليه جدا وبتبقى صخريه الى حد ما، لكن لو انت جبت لها شويه ميه مشكلتها ان هي بتنتفش وحجمها بيزيد وبتسبب انهيارات وشروخ لمباني كثيره. وما خدنا السويل ديت وعملنا لها التجارب بتاعتها لقينا ان التربه بتاعت السويلنج سويل هاي بلاستيستي اندكس، عشان كده اللايم ستابلايزيشن من الطرق المؤثره في علاج الاكسبانسيف سويلز. وين لايم رياكتس ويز سويل، يعني لما بيحصل تفاعل ما بين الجير وما بين التربه، ذير از اكستشينج اوف كاتيونز ان ذا absorbed water layer. يعني بيحصل تبادل للكاتيونات في مين؟ في الطبقة المية الممتصة. And ده بيؤدي إلى إيه؟ decrease in plasticity of the soil. يعني بيحدث نقص في اللدونة الخاصة بمين؟ بالسويل. وده اللي احنا عايزينه. لو البلاستيستي قلت التربة هتبقى أفضل. بنقول the resulting material is more variable than the original clay. طبعا الكلي ده ما يعتبرش ماله، الحبيبات بتاعته حبيبات مالها صغيرة جدا والبلاستيستي عالية جدا، لما أنا أحط معاها اللايم بيديني مادة فيها حبيبات شوية. And this therefore more suitable as subgrade. يعني أنا ممكن أشغلها زي ما أنت شايف في السبجريد للطرق. النقطة التانية اللي عايزين نتكلم عليها، ايه هي انواع اللايم اللي موجودة في السوق؟ There are basically five types of lime. يعني عندي خمس انواع من اللايم. في high calcium، يعني لايم او جير في كالسيوم عالي اللي هو بيسموه quick lime CaO، اكسيد الايه؟ الكالسيوم. وفي الهايدريتد برضك، الهايدريتد ده يعتبر ايه؟ high calcium برضك لايم، ولكن يعتبر hydrated يعني مموى CaOH2. في طبعا الدولمايت لايم اللي هو CaO مع MgO، وفي النورمال نورمال لايم ده الهايدريتد دولمايتك لايم CaOH2 مع MgO، وفي طبعا بريشر مش نورمال بقى بريشر هايدريتد دولمايتك لايم، وده اللي هو CaOH2 MgOH2. طبعا الكويك لايم is more effective. يبقى انا اول نوع افكر فيه في السويل لايم ستابلايزيشن
الكويك لايم مور افكتيف ذان الهايدريتد مين لايم. بات خلي بالك بقى the later is more safe and convention to hand. صعب ان انا اجيب الكويك لايم دوت بيعمل مشاكل وممكن يبقى انصيف لبعض الافراد ويعمل لهم مشاكل، فاحنا ممكن نستخدم الهايدريتد مين لايم عشان سهل التداول. Generally hydrated lime is used. يبقى غالبا اللي بنستخدمه الهايدريتد لايم، مع العلم ان هو مش افكتيف قوي زي الكويك لايم. It is also known ساعات بيسموه الايه السلاجد لايم. The higher the magnesium content of the lime، طبعا زي ما انت شايف في محتوى المغنيسيوم هنا، لما محتوى المغنيسيوم دوت بيزيد the less is the affinity for water، اكتذاب الميه، and the less is the heat generated during mixing. خلي بالك اللايم لو انت جبته وضعت عليه ميه بتبتدي تنطلق حراره عاليه، لما يبقى عندي مغنيسيوم ومغنيسيوم نسبته عاليه بتقلل لي الحراره اللي طالعه من تفاعل اللايم مع الميه. The amount of lime required varies، يعني كميه اللايم اللي احنا عايزينها عشان نبتدي نعمل stabilization للسويل بتتراوح ما بين 2 لحد 10% من وزن السويل. شكرا.